أعلنت مصر إعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ التي تسهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر قبالة السواحل اليمنيه من رسوم عبور قناة السويس خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنيه، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدوليه ذات الصله، وذلك استمرارا للجهود المصريه في المساهمه في المساعي الدوليه لتسوية الأزمه اليمنيه ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، حيث ستقوم هيئة قناة السويس بإعفاء السفينه من رسوم عبور القناه كانت مصر قد اكدت استعدادها لدعم الجهود الدوليه للاسراع في تنفيذ عمليه انقاذ خزان صافر وتفادي اي تداعيات بيئيه او ملاحيه محتمله قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع